السلام عليكم أعزائي الطلبة. موضوعنا في الماستر فير أوبريشن في الجزء الثاني من المحاضرة التاسعة هي The relationship between the overall mass transfer coefficient and the individual mass transfer coefficient. نلاحظ من العنوان هنا يبين لنا العلاقات اللي راح نربط بين منو منو راح نربط بين الماس ترانسفير كوفيشنت اللي هي كأوفر أول اللي هي كي أو سواء كانت داش أو بدون داش مثل ما أخذنا بالجزء الأول من المحاضرة التاسعة ونربطها ويا من ويا الانديفيدوال اللي أقصد بها الكي داش أو بدون داش اللي هي واي أو إكس يعني نربط بين الكوفيشنت الأوفر أول كي أو داش أو بدون داش سواء كانت واي أو إكس وبين ال KY داش أو بدون داش أو ال KX داش أو بدون داش شلون راح نبدي؟ راح ناخذ أول شيء الميكانيكية الأولى ال Equimolar Counter Diffusion هاي أول ميكانيكية راح نبدي نستغلها شلون نربط العلاقة بين ال Overall وال Individual راح نبدي نشتغل في حالة ال Gas Phase في حالة ال Gas Phase احنا مثل ما اخذنا تتذكرون طلاب بالرسم السابق بانه في حالة الغاز فيس مين قلنا تبدي تبدي من بداية السورس مالتنا للانتشار اللي هو الواي اي او الواي اي بالك يعني نفس الشيء هو نفس الرمز هاي وينتهي وين على سطح السائل اللي هو الواي اي ستار هاي المنطقة كلها تحويها فاذا اريد اخذها اخذ اللي هو حاصل طرح بين الواي الى الواي اي داش هذا مثل ما هو موجود ايش راح تتخللها تتخللها يبدي من الواي اي لوين الى الواي اي اي حاصل طرح زائدا تبدي من الواي اي اي الى نوصل الى حالة الاتزان الواي اي ستار فهاي هو تتخللها هاي الاجزاء احنا مشكلتنا كانت سابقا وين بانه قلت لكم بانه هذا الجزء مال ال YAI اللي هو ال individual molar fraction اللي يكون على سطح السائل في حالة في بعض الاحيان صعب نحسبه فاخذوا كمنطقة كاملة اخذوها كتوتال YA او YA bulk ناقصا ال YA star فشلون راح نربط بين ال individual وال overall فصارت عندنا هاي المعادلة اللي قدامنا هاي المعادلة شلون راح نربطها شلون نربط كcoefficient كقيمة الكي سواء كان overall أو individual ده لاحظ بأن هاي المعادلة إذا استخدمناها ما بيها الكcoefficient بس هسه راح نبدي نشتغلها نخلي هاي المعادلة قدامنا ونخليها على صفحة أخذنا مثل بالجزء السابق بأنه قيمة الميل السلوب من الرسم تعلمنا شلون نوجد قيمة السلوب والسلوب دائما يكون قيمته لازم بالسالب يعني السلوب مال الرسم اللي نحصله بالسالب تتذكرون السبب بالأجزاء السابقة من المحاضرات السابقة بأنه ليش أخذ ناخذ السلوب بالسالب إذا تتذكرون اللي هو ماينس kx داش على ky داش لازم يكون شنو بالسالب ليش أقول بالسالب؟ لأنه إذا تقارنون هذا الميل ويا الميل اللي سويناه بالرسم عندنا قيمة الـx بالسابق المفروض نحصلها xAi ناقصاً xA بس هنا أخذناها xA ناقصاً xAi على مود يكون شنو قيمته بالسالب من أريد عادياً أعوض يعني ليش خليت هنا الميل؟ لأن لاحظوا هنا المعادلة الفوقها ايش تقدرون تربطون ويا من تربطون؟ هذا الميل أقدر أربطه ويا من؟ أقدر أربطه ويا الحد الأخير من المعادلة ويا الحد الأخير من المعادلة اللي هو هذا هذا شوفوا هذا ويا هذا أقدر أربطه ويا فمعناتها هذا الحد الأخير شي يساوي إنه الميل في الدراجين فورس للليكويد فيس فمن أشيل هذا الحد وخلي عنه شرح أخلي عنه أخلي عنه هذا الحد فصارت المعادلة بهاي الصيغة فصارت المعادلة بهاي شوف شلون شلنا الحد الأخير بدلالة المول فراكشن بالغاز فيس تحولت بدلالة المول فراكشن
بالليكويد فيز مضروب في الميل. اوكي زين. هسه انا ليش هيك سويت؟ هسه راح اقول هذا شيء يمثل لكم، هذا مو جاي من، جاي من ال NA شو يساوي لنا؟ K. بما انه هو at equilibrium يعني B star معناتها شنو؟ overall. دا اشتغل بما انه equimolar counter diffusion معناتها شنو؟ داش. بيش مضروب هذا؟ مضروب ال YA ناقصين YA star. فمعناتها هذا الحد، شوفوا هذا شو يساوي لنا؟ يساوي لنا NA على K O Y داش. هذا خلصنا من أول واحد. أوكي هذا أول واحد، شوف شلون تحول إلى هذا. نجي على الحد الموجود بالطرف الأيمن من المعادلة. نجي هسه ياهو نستخدم، ناخذ الحد الأول من الطرف الأيمن من المعادلة اللي هو هذا. هذا منين جاي؟ هذا من الـ NA شو يساوي لنا؟ KY داش YA ناقصين YAI. إذن هذا شو راح يساوي لنا؟ يساوي لنا NA على KY داش زين، زائدا اللي هي هاي زائد الـ M. خلي الـ M على صفحة. هسه راح اشتغل على الحد الثاني من المعادلة الموجودة بالطرف الأيمن. ايش راح يصير عندنا هسه؟ هذا هذا منين جاي؟ هذا جاي من ال NA شو يساوي لنا؟ بما انه هو liquid phase معناتها KX، بما انه هو equilibrium counter diffusion معناتها داش XA ناقصين XAI. فمعناته هذا شو يساوي لنا؟ هذا معناته ايش راح يصير عندنا؟ بيش مضروب NA على KX داش. هاي شوف شلون تحولت هاي المعادلة إلى المعادلة الموجود بالأسفل. أختصر ال NA من طرفي المعادلة، شوف ايش راح يصير عندي بالأخير بهاي الصيغة قلنا مثل ما قلنا. ونختصر الـ NA فصارت هاي المعادلة. نلاحظ هاي المعادلة الطرف الأيسر من عندها هي الـ Overall Mass Transfer Coefficient، تربطها ويا من؟ ويا الـ Individual Mass Transfer Coefficient اللي هو الـ Individual، أقصد بيه الـ KY والـ KX داش. هاي المعادلة شو تعبر؟ هو Total Resistance المقاومة Total، لأنه عندي Total أنا داش تول مقاومة لعملية انتقال الكتلة، تساوي لنا حاصل جمع المقاومة لكل منطقة في حالة شنو؟ الغاز والليكويد فيس. وهاي المعادلة هي خاصة فقط في حالة الإكوي مولار ديفيوجن الـ EMD، الإكوي مولار ديفيوجن كاونتر ديفيوجن. هاي استخدمناها في حالة منو؟ الغاز فيز. نفس الشيء نشتغلها في حالة الليكويد فيز. ليكويد فيز نفس البروسيجر، راح تظهر عندي هاي المعادلة، راح تظهر عندي هاي المعادلة في حالة الإكويمولار كاونتر ديفيوجن في حالة الليكويد فيز. هاي المعادلة شلون صارت؟ هاي طلاب عندكم هوم وورك لإيجاد هاي المعادلة بنفس الأسلوب السابق. راح نوجد قيمة الـ Total Resistance في حالة الـ Liquid Phase Overall، واللي هي يساوي حاصل جمع الـ Individual Resistance في حالة الـ Gas and Liquid Phase. هذا الـ Homework الأول مطلوب من عندكم بهاي المحاضرة. الجزء السابق اللي أخذناه هسه في كانت الميكانيكية الإكويمولار كاونتر ديفيوجن. هسه الميكانيكية راح نستخدم الميكانيكية الثانية في حالة اليوني موليكولار ديفيوجن اللي أقصد بها قيمة الـ NB يساوي شنو؟ صفر. هو نفس البروسيجر، بس لازم قبلها لازم نعدل من قيمة طلاب قيمة الكوفيشنت.
دائما طلاب احنا ايش قلنا بانه الكوفيشنت اللي استخدمه قيمه الكي هي دائما استخدمها سواء كانت كي واي او كي اكس، دائما استخدمها بدلاله الداش وليس بدلاله وليس بدون داش. اذا معناتها اني لازم احول الكي واي الى كي واي داش والكي اكس الى كي اكس داش حسب العلاقات اللي احنا ماخذيها سابقا. فمن اريد احولها واوضحها بقانون الفلكس في حاله الغاز فيس هاي وفي حاله الليكويد فيس هاي، فانا شنو حولتها اول مره على مود اشوفكم بانه الكي نستخدمها حتى في حاله اليوني مولكولار ديفيوجن، في حاله الكيس الثانيه الميكانيكيه الثانيه لازم استخدم بها شنو داش، فاحول الكي بدلاله الى كي داش سواء كانت بالغاز فيس او بالليكويد فيس. هذا الفلاكس، هذا الفلاكس طلاب من حولته صحي الميكانيكيه الثانيه بس حولت الكوفيشنت مالته الى مال الميكانيكيه الاولى اللي هو داش، فهذا يسموه بالانديفيدوال. من اريد اسويها نفس المعادله احولها للاوفر اول هي نفس الشيء طلاب، شنو راح يصير عندنا التغيير في حاله الانديفيدوال عن في حاله الاوفر اول؟ ده نلاحظ هو شنو التغيير. اول تغيير هو قيمه الكي الكوفيشنت، هذا هنا انديفيدوال، انا بس راح اخلي شنو اوفر اول، هاي اول واحد، هاي اول وحده تغيير. التغيير الثاني في حاله المول فراكشن، في حاله المول فراكشن نشوف هنا هو متوقف الانديفيدوال يتوقف للاي، هنا بالاوفر اول لا يتوقف بالستار اللي اقصد بيها بات اكوليبريام. ونفس الحالة بالنسبة للاكس اي، هنا يبدي بالاكس اي اي لا المفروض بالليكويد فيس يبدي بالاكس اي ستار. هذا الاختلاف بين الانديفيدوال وبين الاوفر اول من اريد احسب قيمة الفلكس. فهسه صارت عندي هاي المعادلة لحساب الفلكس في حالة الاوفر اول وحولت الكوفيشنت في حالة الاوفر اول كوفيشنت ماس ترانسفير. هسه راح ابدي نفس الاسلوب اللي اخذته بالميكانيكيه الاولى اطبقه بالميكانيكيه الثانيه. قبلها راح يعرف لكم قيمه اللوج المين مول فراكشن في حاله الات اكوليبريم، انتبهوا عليها زين طلاب وتحفظ لانه لازم احنا نستخدمها مستقبلا بحل الاكزامبلز. فهاي لحساب قيمة اللوج المين مول فراكشن ات اكوليبريم، هذا بالنسبة للليكويد فيس وهذا بالنسبة للغاز فيس. هسه نكمل شغلنا لحساب قيمة الريليشن بتوين الاوفر اول والانديفيدوال. فظهرت عندنا نفس الاسلوب طلاب، المعادلات السابقة اللي اخذناها بالميكانيكية الاولى في حالة الغاز فيس وفي حالة الليكويد فيس نفس الاسلوب. شلون ظهرت كخطوات؟ هذا بالنسبة لكم هذا الهوم وورك 2 لايجاد قيمة اذن المعادلات الاثنين. نفس الاسلوب طلاب، ما بأي اختلاف كخطوات، ولكن هي الرموز وحسب الميكانيكيات وحسب الفيس مالتنا. اوكي طلاب، فهذا الهوم وورك الثاني لكم. وفي حالة إذا كان عندنا ديليوس سوليوشن، راح يقول لنا بأنه قيمة الواي ستار والواي والإكس أي كلوج المين اللي موجودة هنا بالمعادلات كلها قيمتها تساوي واحد، فمن أخليها قيمتها تساوي واحد راح ترجع نفس المعادلات مال الميكانيكية الأولى. فلاحظ الميكانيكية الثانية هي تشبه نفس المعادلات مال الميكانيكيه الاولى في حاله الديليوس سوليوشن اللي هو احنا اصلا شغلنا دا نشتغله. فبكل الاحوال طلاب احنا من نريد نوجد العلاقه بين الاوفر اول كوفيشنت سواء كانت ليكويد فيس او غاز فيس ويا من ويا الانديفيدوال كوفيشنت في حاله الغاز فيس والليكويد فيس نفسها بالميكانيكيات الاثنين، لانه بالاخير كمول فراكشن لوج المين اعتبره قيمته واحد، لان انا دا اشتغل دائما راح اشتغل ديليوت
solution. فصار عندكم بهذا الجزء two homeworks لإيجاد المعادلات الرياضية اللي أشرتها سابقا. هاي هي المعادلات الطلاب اللي هي تربط بين الـ overall mass transfer coefficient والـ individual mass transfer coefficient. في نهاية هذا الجزء نستودعكم الله ولقائنا بالجزء الثالث من المحاضرة التاسعة اللي راح ناخذ examples يشرح لنا كافة القوانين، كافة الشغلات اللي هسه أخذناها بالجزء الأول والجزء الثاني من المحاضرة التاسعة. نستودعكم الله ولقائنا في الجزء الثالث من المحاضرة التاسعة.